حامل الإعاقة كما تعرفوا الهيئة وضعت العديد من الإجراءات اللي بتسهل عملية ولوجهم إلى مراكز الاقتراع. أولاً تم تركيزهم في المكاتب عدد واحد اللي هي أقرب مكتب إلى مدخل المدرسة كيف يسهل تنقلهم داخل المركز الاقتراع. كيف كيف فما حاويات براي بالنسبة للمكوفين اللي يقوموا بعملية التصويت مفردهم، الإجراءات الخاصة بمرافقة الكفيف وإلا الشخص اللي عنده إعاقة عضوية تحرمه من الكتابة كما نص عليه القانون. فوضعنا كل التسهيلات اللي إن شاء الله حاملي الإعاقة المرة هذه تعرفوا القانون بيدو ميزهم بمقعد في كل مجلس محلي بالقرعة، ولكن بخلاف القرعة فما أكثر من 60 حامل إعاقة مترشح في انتخابات المجلس المحلية، وطبعا العدد هذا كبير مش يأثر بدوره على نسب الإقبال العامة في التصويت غدوة إن شاء الله. تلاحظوا احنا اول مره نبدلوا المركز الاعلامي، اعتادت الهيئه تعمل في قصر المؤتمرات منذ 2011، قلنا نغيروا انتخابات محليه نشوف الفضاء اخر. قبه الرياضه بالمنزه عندها تاريخ كبير، اولا تكون فرصه باش الهيئه تعمل مركز اعلامي في فضاء جديد، وثانيا حتى انه الحي الرياضي بيدو القبه يعني تظهر في حله اخرى بمناسبه انتخابات المجلس المحلي اللي هي انتخابات محليه انتخابات قرب، فبدلنا يعني فلسفة التواصل الإعلامي في هذا الموضوع. صمت انتخاب انطلق منذ ليلة البارحة نص الليل، يتواصل اليوم وغدوة حتى 6 متاع العشية. صمت انتخابي تعرفوا اللي هو مخالفة انتخابية، يلزم المترشحين يتوقفوا على كل دعاية انتخابية بكل أنواعها، وفما يعني مخالفات توصل حتى إلى العقوبات الجزائية. طبعا عوان مراقبة الحملة قاعدين يرصدوا في الأشياء هذه، أيضا خلايا الرصد لأنه زاد خروقات صمت انتخابي لاحظوها أكثر في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي. احنا بحاول الله قبل ما نعلن عن النتائج الأولية باش تجينا كل هذه الملاحظات وناخذها بعين الاعتبار، لكن المسألة قاعدة سيرة بشكل طبيعي، ما لاحظناش للحظة هذه إخلالات كبيرة في علاقة بالصمت الانتخابي. مطالب الاعتماد راهو كلها المطالب اللي جاتنا الكل، الهيئة استجابت وعطينا يعني المطالب الكل قبلت، ما عندنا حتى مطلب مرفوض. العدد الجملي وصل 13324 اعتماد بين صحفيين محليين وأجانب، بين ضيوف، بين ممثلين زادة متاع المترشحين. الحقيقة الكل عطيناهم وإن شاء الله باش ينفذوا، وفما لازم ينضبطوا لمدونات السلوك، عطيناهم البادج، قراوا المدونة متاع السلوك، إن شاء الله يعملوا معناها ينفذوا ويعاينوا العملية. العملية باش تتم بكامل الشفافية قدام الناس كل، قدام ممثلين معناها متاع المترشحين، الصحفيين معناها المحليين والأجانب، الناس كل باش تعاين باش تتم العملية الانتخابية إن شاء الله بكامل الشفافية وفي إطار القانون. صحيح جلسة معناها مجلس الهيئة عملنا جلسة وداولنا ومعناها وكان لقاء زاد مع سيد نقيب الصحفيين الأسبوع الفارط، وتفهمنا باش نسهلوا هو شو عملية تنظيم أكثر منها راهو معناها منع. ماكم تعرفوا أنتم رؤساء المكاتب ورؤساء المراكز يبدأوا يخدموا يعني ما ينجموش هما في كل لحظة معناها باش يعطيوا المعلومة لكل صحفي. تفهمنا عملنا مذكرة داخلية للأعوان متاعنا إن شاء الله باش يسهلوا. الصحافة والإعلام يعني مهم في نقل المعلومة، أما ننظم رواحنا شوية بحول الله باش تصير العملية بكامل الشفافية. أي بالنسبة للانتخابات ليوم 24 ديسمبر كل المراكز الاقتراع بدون استثناء تفتح الساعة 8 وتغلق الساعة 6 مساء بدون انقطاع وبدون حتى توقيت استثنائي لكل المراكز، يعني نفس التوقيت لكل مراكز الاقتراع بدون استثناء وبدون انقطاع في نفس الوقت. بالنسبة لعدد المراكز غدوة الحين إن شاء الله 24 ديسمبر، عدد المراكز هما 4600 مركز، عدد المكاتب 8200 مكتب اقتراع، باعتبار ونتقلص السنة العدد نتاع مكاتب الاقتراع. علاش؟ على خاطر كل مكتب اقتراع قبل نعمله في معدل 600 ناخب، المرة هذه ولت قائمات الناخبين تضم أكثر من 600 ناخب، تقريبا في حدود 1600 ناخب، هذاك علاش قلصت أعداد مكاتب الاقتراع، لكن حافظنا على نفس مراكز الاقتراع. وكان لاحظتوا حتى من أعضاء مكاتب الاقتراع ما عادش العدد بتاع 50,000 أصبح فقط 34,000، هذا مرتبط بعدد المكاتب اللي هي معناها قادرة هيئة الانتخابات، وأني إن شاء الله الجاري كل هذه المكاتب بالأعضاء اللي وقع تكوينهم تكوين اللازم بالقائمات الاحتياطية حتى تحسبا للغيابات اللي تنجم تصير إن شاء الله يوم غدوة. في نفس الوقت غدوة الحي إن شاء الله في كل هيئاتنا الفرعية، تعرفوا كله أنه مجلس المحلي يزم يتكون أقل شيء من عضو أو شخص من ذوي الإعاقة يكون عضو مجلس محلي، إذا كان غدوة في هيئاتنا الفرعية إن شاء الله باش تنطلق كذلك عملية القرعة لانتخاب
الشخص يكون من أشخاص ذوي الإعاقة عضو للمجلس المحلي. القرعة هذه باش يشرفوا عليها أعضاء هيئتنا الفرعية بحضور عاد التنفيذ وكذلك بحضورهم هما شخصين أو من يمثلهم. هذه باش نعطوا أكثر مصداقية وشفافية للعملية باش تكون إن شاء الله صلبة محاضر رسمية لكن إعلان عن نتائج متاحب باش يكون مع الإعلان عن النتائج الرسمية يوم 27 ديسمبر بالقبة لهنا. عندنا توا حاليا 2229 مجلس دائرة انتخابية باش تصير فيها انتخابات، يعني كل المجالس المحلية عددهم 279 باش يتشكلوا وباش يتركبوا على معناها التركيبة بتاعه باش تكون عضو على كل دائرة انتخابية. مبدئيا كل العمادات باش تكون ممثلة وبالإضافة إلى دوائر انتخابية اللي هي في إطار التقسيم الانتخابي لعلمته الهيئة باش تكون ممثلة كذلك في المجلس المحلي، يعني 279 مجلس محلي باش يتركبوا كل معتمدية على عدد العمادات اللي هي فيها باش تكون ممثلة بواحد على كل مجلس محلي، يعني 279 مجلس محلي كل العمادات باش تكون ممثلة. أعوان رقابة الحملة باش يتواصلوا أنهم يراقبوا الحملة الانتخابية، نعرفوا كله أنه خاصة يوم الصمت ويوم الاقتراع اللي هو تكون فيها الخروقات مؤثرة تأثير جوهري وحاسم، هذاك علاش باش يواصلوا عملية متاع الرقابة مع التأكيد وكون وراه رؤساء مراكز الاقتراع ورؤساء مكاتب الاقتراع ومساعديهم هم بيدهم باش يقوموا بعملية الرقابة على خاطر عندهم صفة مأمور ضابط عدلية مثل بقية أعوان رقابة الحملة. الحياة فهم الحياة فهم زهرة الحياة.